حاليا كنتواجدوا بموقع ديال القنطره اللي تعرضت هذا الصباح الساعه 9:20 لواحد الانهيار. هذا الانهيار هذا جاء بسبب مرور واحد الشاحنه محمله بواحد حموله لا تتحمل هذه القنطره، حيث ان هذه القنطره قد تمت وضع فيها علامه ديال تحديد الحموله ديال 8 طن. الشاحنه اللي تسببت في الانهيار ديال هذه الشاحنه كانت محمله بواحد الحموله ديال 40 طن. فور حضورنا الى المكان في الوقت المناسب قمنا بتفعيل جميع الاجراءات الوقائيه واللازمه من وضع علامه تشوير لازمه، وضع علامة تشوير ديال قطاع الطريق من أجل ضمان سلامة مستعملي الطريق. وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء قامت بإصدار واحد البلاغ صحفي اللي كتحدد فيه حيثيات ديال هذا الحادث، وكذلك كتحدد فيه ديال الطريق البديلة التي يمكن أن يستعملها المرتفقين أو مستعملي الطريق بدل من هذه الطريق اللي مقطوعة اللي هي الطريق رقم 5320 من أجل الوصول إلى مركز عين عيشة، هي الطريق الوطني رقم 8. في القريب العاجل سوف نقوم ببناء واحد الرصيف شبه مغمور اللي غيستجب المعايير التقنية باش نمروا مؤقتا، وفي القريب المتوسط ان شاء الله غادي نديروا انشاء القنطره في نفس المكان ديال هذه القنطره، وغادي القنطره الجديده غادي تكون بمعايير الوطنيه والدوليه اللازمه من اجل تحمل جميع الحمولات وتعويض هذه القنطره القديمه. هذه كتهز عليها الحديد مصارجي 5 طن 10 طن حتى 15 طن كتهز مصارجي، هذه هي راس الواد خدام من راس الواد والجامعات، طبعا كتخرج العين معطوفه هذه عين عيشه تاونات، هذه هي الطريق اللي كتخرج، هذه هي ديانة عادية ما فيها لا حاجة ولا حتى شي حاجة، ندوزو عليها ونطلعو ونهاوضو، ما عمرش وقع لنا شي حاجة بحال هادشي.